سمعنا خلال الأيام الأخيرة أخبار كتيرة انتشرت عن غواصة تيتان اللي اختفت من أيام أثناء رحلتها في سواحل كندا من يوم الحد اللي فات. بس الجديد بقى إن الغواصة دي كان فيها أكبر رجال الأعمال والمليارديرات في العالم. بس السؤال هنا، مين أكبر رجال الأعمال اللي كانوا عليها؟ وإيه حكاية الملياردير اللي حقق 3 أرقام في موسوعة جينيس؟ ويا ترى هو ممكن يعيشوا في الغواصة قد إيه؟ وكانوا رايحين كندا يعملوا إيه؟ كل ده واكتر هتعرفوه بس تابعنا في الفيديو ده. الساعات الأخيرة اتصدر هاشتاج الغواصة المفقودة موقع تويتر، وده خلى ناس كتير عايزة تعرف هو ايه حكاية الغواصة اللي قلب الدنيا. الغواصة دي كان اسمها تيتان، كانت بتنقل 5 ركاب في رحلة عشان يزوروا حطام السفينة تايتانيك في سواحل كندا. الكلام ده حصل يوم الحد اللي فات، والحد دلوقتي جاري البحث عنها، وفي فرق مساعدات من كندا وفرنسا بتبذل كل جهدها علشان تنقذ ركاب الغواصة اللي ممكن يقعدوا فيها على قيد الحياة 96 ساعة من وقت ركوبهم للغواصة. بس انت عارف ان الغواصة دي كان معظم ركابها من رجال الاعمال والاثرياء، وده لان تكلفة الرحلة دي 250 الف دولار للشخص الواحد، يعني تقريبا اكتر من 7.5 مليون جنيه مصري عشان بس يشوفوا سفينة تايتانيك اللي غرقت من سنين. وبحسب سكاي نيوز ان الملياردير البريطاني هيمش هاردينج كان واحد من ركاب الغواصة. بس مين هيمش هاردينج ده؟ انا اقولك، هيمش ده واحد من اثرياء بريطانيا لكن عايش في الامارات، ده كمان هو مؤسس شركة اكشن جروب للاسهم في المملكة المتحدة ودبي سنة 2022، واللي من ضمن اعمالها اكشن افيشن اللي بتقدم خدمات وساطة تأجير الطيارات والادارة والتمويل. بس ايه خلي رجل اعمال بالحجم ده يروح في رحلة استكشافية لسفينة تايتانيك؟ شوف يا سيدي، المعروف عن هاردينج ده انه مغامر شغوف بالرحلات الاستكشافية، وبسبب كده حقق 3 ارقام قياسية في موسوعة جينيس، وده لانه اول من خاض تجربة الوصول لتشالنجر دام في المحيط الهادي سنة 2021، وده عبارة عن تحدي بأكتر مدة ممكن تقضيها في المكان الأكثر عمق في كوكب الأرض. وقعد في المكان ده 4 ساعات و15 دقيقة في خندق بمركبة غرقانة على عمق 10930 متر. ده كمان سنة 2019 كان هاردينج جزء من طاقم طيران حطم الرقم القياسي العالمي لأسرع دوران حول العالم عبر القطبين. ومش بس كده، ده في سنة 2022 طلع رحلة للفضاء. ومش بس هاردينج ضمن كبار رجال الأعمال اللي كانوا في الغواصة، ده كمان الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للغواصة كان معاهم واسمه ستوكتون راش، واللي كان نفسه ان الرحلة دي تتم بكل سهولة وأمان. وعلى فكرة راش ده لما كان عنده 19 سنة اتصنف كأصغر طيار في النقل النفاث، وكان شغال في بوينج وناسا. انت عارف كمان ان راش مش دي اول رحلة ليه لموقع حطام سفينة تايتانيك، وده لانه حاول يوصل هناك مرتين لكن في كل مرة للأسف كان بيفشل، وده عشان في المرة الاولى سنة 2018 غوصته النظام الكهربائي بتاعها اتدمر بسبب نزول الامطار اثناء رحلته، وده ادى الفشل المهمة. اما بقى في المحاولة التانية اللي كانت سنة 2019 انتهت بالفشل نتيجة بعض المشكلات مع السفينة الام المستخدمة لنقل الفريق والمعدات. ومن بين الركاب رجل الأعمال الباكستاني شهزاد داوود وابنه سليمان، ودول يعتبروا من أكبر عائلات باكستان وليهم أعمال تجارية كتير جدا من الأسمدة لتوليد الطاقة. أما الراكب الخامس فهو قائد الغواصة، وده المستكشف الفرنسي بول هنري، واللي يعتبر خبير بارز في حطام تايتانيك، وتقريبا غطس عشرات المرات للموقع ده، وأول رحلة استكشافية لتايتانيك كانت في سنة 1987. ودلوقتي قولنا سمعت إيه تاني عن غواصة تيتان؟